السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا اللقاء اليوم التواصلي مع الطلبة ومع الحرفيين كذلك، نبغي نكمل في الكلام اللي كنا بديناه فيما يخص المقاربة والتواصل مع لي كليون، مع الزبناء. هو سكون ابل لا كوميونيكاسيون فيربال اي لا كوميونيكاسيون نون فيربال، يعني التواصل بالكلام أو التواصل في بعض الأحيان بدون كلام. دراسات عالمية اللي كانت في هذا الإطار هذا ديال لا كوميونيكاسيون فيربال اي نون فيربال، اللي أكدت هذه الدراسات بأن فقط التواصل بالكلام كيعبر فقط أو كيكون 7% فقط من التواصل، 7% أو 90% ديال الكلام ديالنا فما كيكونش عبارة عن كلام. النبرة الصوتية تشكل 38% من التواصل ومن الكلام ديالنا، يعني لا توناسيون دو لا فوا، واش كنهضروا اوت يعني طالعه ولا بصوت منخفض او لا النبره الصوتيه كتبين على الخوف. 55% من التواصل ديالنا كيكون على لو جيستويل وعلى الوجه وعلى ملامح الوجه وعلى النبره الوجهيه ديالنا، هي اللي كيتم بها التواصل امام الزبناء وامام يعني الشخص اللي كيكون امامك. ف 55% شيء كثير جدا بالنسبه لو كنا كنظنوا حنا بان فقط التواصل يتم عن طريق الكلام. فالكلام بوحده ما كافيش، يعني الكلام بوحده بحال اللي قلت سي سكون ابل لا كوميونيكاسيون فيربال ايل ريبريزونت كو 7%، 7% فقط. الكلام اللي بغيت نوصل 7% ما نقدرش نوصلوا، لان 93% من لو جيستويل من لو نون فيربال ديالي ما خلانيش انني نوصل الكلام اللي باغي نوصلو. الوغ ملي كنتكلم على لا كوميونيكاسيون نون فيربال شنو المقصود بها؟ ان سي لا توناسيون دو لا فوا، اول شيء هو النبره الصوتيه بحال اللي تكلمت لكم عليه. هذه نقطه اساسيه في التعامل ديالكم مع لو كليون، حاولوا ما امكن النبره الصوتيه ديالكم تكون معتدله وتكون طبيعيه وتعبر على المشاعر وعلى شنو باغي توصل للزبون او للشخص اللي امامك. النقطه الثانيه الاساسيه اللي بغيت نشير لها هي لارتيكولاسيون دي مو، كيفيه النطق ديال الكلام او لا ديال لي مو اللي انت كتكلم بهم. فالطريقه ديال النطق حاولوا ما امكن ان تكون لارتيكولاسيون واضحه كتكون باينه من النبره الصوتيه ديالكم باش كيمكن توصل كذلك كونتوني ديال لا كوميونيكاسيون ديالكم مع الزميل او مع الزبون اللي هو امامك. النقطة الثالثة اللي نبغي نشير ليها داخلة توجور في لا كوميونيكاسيون نون فيربال هو لو ريتم. الوغ كاين اللي كيتكلم بسرعة، كاين اللي كيتكلم بثقالة، يعني حاولوا ما امكن تكونوا عاديين طبيعيين كيف الناس تعودوكم. وغالبا يفو فيغ دي زيفور، حاولوا ديروا محاولات، ان لا كوميونيكاسيون ماشي دائما سهلة. كاين اللي امام لو بوبليك ولا امام الناس كيكون محرج، وبالتالي ما كتكونش عنده كيفية التبليغ، ما كتكونش واضحة. النقطة الرابعة سي ليكسبرسيون دو فيزاج. الوغ ليكسبرسيون دو فيزاج يعني ملامح الوجه حتى هي تتلعب دور أساسي ومهم. يعني ربما كاين اللي كيخونو بحال اللي كنقولو الوجه ديالو، كيبغي يقول كلام ولكن داخليا ما كيكونش مآمن به ولا متيقن منه، فمن ملامح الوجه كيبان العكس من الكلام اللي هو تيقول. ونقطة أخرى كنبغي نشير ليها اللي تاهي مهمة هي لانتونسيتي دو روكار. ملي كيكون الشخص الزبون أو الزميل أمامك، كيفية النظر إليه وكيفية التكلم معاه تاهي كتقنع وكتقدر تثبت بأنك مثلا ماشي تتكلم وعينك في الأرض، أو لا كتكلم وأنت ساهي كتشوف في السماء مثلا. فهنا ربما تقدر ما توصلش الشيء اللي انت باغي توصلو، بقدر ما كتفوكاليزي سوغ لا بيرسون لي دوفون فو اللي كيكون امامك، كتشوف في عينيه وتتكلم معاه وكيكون لو كونتاكت بالانتونسيتي كتكون سلسه باش كيتم التواصل بشكل يعني فعلي وبشكل كيطمئن الشخص اللي كيكون امامك. نقطه اخرى اللي في لا كومونيكاسيون ديالنا نون جيستويل هما الحركات اليد، لو جيستويل. الوغ لو جيستويل تا هو تيلعب دور مهم، فبالتالي ملي كنكونو كنتكلمو مع الزبون أولا ملي كنكونو كنتكلمو مع الزميل ديالنا لو كاماراد في لو طرافاي ولا لو
الاخوان ديالنا في العمل ديالنا، فلو جيستويل حتى هو تيلعب دور باش يمكن لك تبين بان الكلام اللي انت تتقول خارج بالصدق وخارج من قلبك، وبانك ما كتكلمش وانت يعني بدم بارد، ما عندكش الاحساس، لان الحركات الجيستويل دي فوا كيتبتو بان هناك احساس نابع من الداخل اللي كيمكنك باش تكلم مع الاخوان وباش يمكن لك توصل المقصود ديال الكلام ديالك. ايضا كاينه نقطه اللي حتى هي كتلعب دور مهم، هو طريقه الوقوف ديالك، يعني لو كومبورتمون او لا لا كومونيكاسيون كوربوريل، لا بوزيسيون، واش واقف داير الثقه في النفس بزاف، مرتاح بواحد الشكل اللي هو مبالغ فيه، او لا كتوقف وقفه احترافيه اللي كتمكنك باش تكلم يعني بطلاقه ولكن بانك احترافي في الكلام ديالك. فلا بوزيسيون كوربوريل ديال الجسم حتى هو تيمكن ليه يعبر، ودخل في اطار لا كومونيكاسيون، سكون ابل لا كومونيكاسيون نون فيربال. اذا هاد النقط كلها كتكون مضمون ديال لا كومونيكاسيون نون فيربال، يعني التواصل بدون كلام، فكيوصل اترافير هاد النقط اللي انا تكلمت عليها. فقط 7% هي اللي كتكون بالكلام، 38% من النبره الصوتيه ومن لا توناسيون دو لا فوا، 55% من كومبورتمون، من لو فيزاج، من لو جيستويل، من النقط كلها اللي شرت ليها توتالور. الان نبغي نعطي بعض النصائح الى بغيتو لا كومونيكاسيون نون فيربال تكون افيكاس، يعني شنو هي الاليات اللي يمكن تستعمل باش تكون لا كومونيكاسيون ديالك نون فيربال تكون افيكاس. الوغ اول شيء اساسي، الا كنتي كتحس براسك ستريسي، ماشي في كومون دي في اليوم ديالك العادي، هناك مشاكل عائليه، هناك ربما مشاكل نفسيه اللي غتخليك لا كومونيكاسيون ديالك في اليوم العمل ديالك ما غاديش يكون التواصل بشكل يعني العادي ديالك. فالنصيحه اللي كنقولوا لهاد الاخوان هادو، ياخذوا داك النهار في ان كونشي، ما يخدموش، يتواصلوا مع المسؤول ديالهم، يشرحوا ليه الوضعيه، ويستحسن انه يبقى في البيت، او لا ياجل العمل الا كانت اون ريونيون، او لا الا كانت ان كونتاكت مع لو بيرسونيل، يتفادى في ذاك اليوم ويتكونسونطرا مع نفسه مع العمل ديالو اليومي، وياجل المواعيد اللي عنده في يوم اخر الى الغد او لاي يوم اخر، باش يكون المورال لو ستريس ما يكونش عنده، ويحس براسو بان في اليوم ديالو الطبيعي. هذه النقطه رقم واحد، هو حاولوا ما امكن في ليكسبرسيون ملي تكونوا كتكلموا بلو فيربال الكلام ديالكم، تكونوا اولا نتوما مقتنعين به، يعني ماشي كتكلم وانت ما مقتنعش بالكلام، تكون مقتنع به وتكون مامن به، باش ملي تتكلم لي طوناسيون ديالك، لو جيستويل ديالك، الروغارد عينيك، الوقفه ديالك، الكلام ديالك كيكونوا ملائمين مع الكلام اللي غتقول، وبالتالي كتكون لا كومونيكاسيون فيربال اللي قلتي مع لا طوناسيون ومع لو نون فيربال، كيمكنك ان التواصل كيتم بشكل سلس وبشكل فعال 100%. ملي كتكون مع الزبون ولا ملي كتكون مع الزميل ديالك في العمل، وقف امامه، حاول تسمعوا ليه، تبينوا بانكم وزيت انتريسي، بانكم كتعطيو الاهتمام للكلام اللي كيقول وتسمعوا ليه، ومره مره كتقوموا ببعض الحركات اللي كتثبت بانك فعلا مساندو، وبانك فعلا كتستمع ليه، وبانك معاه في الكلام ديالو. يعني تقرب، تكونوا متقربين للشخص اللي تيتكلم، فوز اسيي دو فو بونشي ان تو بتي بو، مثلا هو ماشي كنبعد، كنحاول ما امكن انني نتقرب بانني اذن ساغيه، بانني باغي نسمع، بانني باغي نسمع شنو تيقول. هذه نقطه اللي هي اساسيه، اسيي دو فو بلاسي اون فاس، كون امام الشخص اللي تيتكلم، ماشي انت بعيد او لا عينيك في بلاصه اخرى ولا ان اوتر غوكا، فو فيكسي كتقرب ليه، وحاول تكون اون فاس معاه، باش الزبون كيشوف بانك راك معاه كور اي ام ولو روكار فيزويل. ملي كيتكلم الشخص امامكم، حاولوا تشوفوا فيه، تسمعوا ليه، ماشي بحال اللي قلت لكم عينيكم في ايور وكتقول لي هي ولكن انت ملهي في حوايج اخرين. لا كونسونطراسيون على بيرسون اللي كيتكلم معكم، فمهم انكم تواجهوه بالاعيون، لان باش كيفهم هو بان راك كتسمع ليه وبانك منتبه ليه. بالاشياء الاساسيه كذلك في لا كومونيكاسيون، ايفيتي واحد النقطه اللي هي مهمه، هو دو كروزي لي برا،
يعني تكونوا معاه، ديروا اي حركه الا اللي كنصح بها شخصيا هو دو فو كروزي لي برا سورتو دوفون لي كليون، باسكو كون فو كروزي لي برا سا فو دير لو جيستويل ما كاينش. اذا خليوكم انكم تكلموا معاه وحاولوا مره مره باش تثبتوا بانكم معاه في سياق، كتستعملوا بعض الاليات وبعض الكلمات ك اياه نعم كخلاصة القول والكلام. فلا كوميونيكاسيون او الاتصال، الكلام موجه لكم الطلبه لانكم انتم مقبلين على لي زونتروتيان دومبوش، مقبلين كذلك على اختبارات امام لي مونبر دو جوري وامام الاساتذه ديالكم، وكذلك بالنسبه للحرفيين اللي هما كيزاولوا العمل ديالهم امام زبناء او لا يقدروا يقلبوا سوق الشغل على عمل اخر، وبالتالي غيضطروا انهم يكونوا في ان اونتروتيان في كوميونيكاسيون. خصنا نعرفوا بان هناك اتصال او التواصل كيتم عبر ثلاثه القنوات الاساسيه. القناه الاولى هو الكلام، لا كوميونيكاسيون ديالنا، مي ان نو ريبريزونت كو 7% فقط. القناه الثانيه سي لا طوناسيون دو لا فوا، كيفاش كنتكلموا، النبرات الصوتيه ديالنا كتشكل 38% هذه دابري الدراسات اللي تقامت عالميا. 55% ديال التواصل ديالنا كيتم عن طريق لو جيستويل والحركات دو فيزاج. اذا خلاصه القول واللي كنطلب منكم جميعا سواء حرفيين سواء طلبه، حاولوا ما امكن ان لو جيستويل لو كومبورتمون لو فيزاج ديالكم يتوالم مع لا كوميونيكاسيون ديالكم مع الخطاب ديالكم. ونتمنى لكم التوفيق، ونتمنى بان هذه الحلقه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. وحنا دائما هناك مداخلات اخرى، اذا كان هناك تساؤل او بعض التساؤلات فاحنا مستعدين اننا ان شاء الله نجاوبوا معكم فيها. شكرا والى اللقاء والى الحلقه المقبله ان شاء الله. الى اللقاء.